علميا. سو هيدا المشروم في كثير منه بلبنان تحت الارز، وكثير مهم للارزات هلا بنخبرك عنه فوق، اسمه تريكولوما علميا، بسموه بديع ابو رباس، طيب كثير بس بدك تنظفه قبل. موجود بكثير بدايم العالم مش بس عندنا بلبنان، ومهم مهم طعمته كثير طيبه رح تحب. هلا هون اكيد هن بالضيعه بيعرفوا كيف ينقون وكيف ياكلوا، بليز ينتبهوا حيلا حدا رح يقدر هالحلقه ما يعمل مثلنا، لانه غلطه صغيره باللون بالشكل الشامبينيون بتموت بثانيه، يعني مش انه هيك بنروح نجيب. ففي كثير اذا بدك علم بتعلمه الام لابنها تعرف انه هيدا اللي بتاخده هيدا لا، بكونوا حد بعدهم واحد سام وحد لا، هيدا كثير مهمه. تاني شغله ما نقطعهم كلهم سوا، لانه هول المشرومز هون عندهم اذا بدنا نقول سبورز والاشياء كلها، كثير منيح هول يرجعوا يقشطوا بالارض ليرجعوا كل سنه. وهول انطوني هلا فوق بنخبر بالغابه اساس وجودهم مش بس تناكل نحن لارزاتنا يكبروا، من دون هول ارزاتنا ما بيكبروا، هلا بنخبر كيف. نحن قلنا 3 سنين ناطرين هيدا الحلقه بالذات، هيدا حتكون البومينج تبع كل شيء بنيحه. خلقنا بنعرف بالمشروم، يعني نحن من جدودنا بيقولوا لنا هون انه بس تكون جاي الشتويه قويه لازم ناكل مشروم تنتغذى ناخذ الفيتامينز، الطبيعه بتعمل مشروم زياده. سو قلنا 3 سنين ما كانت شتويه قويه ما كنا عم نتوافق بالمشروم، صار شكلها الشتويه قويه في كثير مشروم. نحن وصغار بنروح بنلمهم، هلا رح تشوفوا كيف رح نعمل هانتنج للمشروم. مثل ما كان عم يحكي استاذ مارك في كثير انواع مشروم، ما حدا يعمل هيدا الشيء، نحن لانه خلقنا بنعرف هالخبريه. حتشوفوا هلا معنا بالحقله نفس المشروم اثنيناتهم بيض نفس كل شيء، ما حتعرفوا تميزون انتم، نحن رح نعلمكم كيف بس تعين كيس ريحته او تتصيروا تعرفوا اكثر. في المشروم الابيض مثله ما بيتميز الا بالريحه او بس القطوط بيفقش باليد. هو هاي السبيساليتي تبع الجرد عندنا هون تبع هود الارزات منيحه، حدث الجبه تنورين. له كذا طريقه يتاكل فيه، هلا رح تشوفوا الظهر كيف رح ناكلهم، رح نعمل لهم هانتينج. وان اوف ذا بيست معقول تقول. مشروم هلا بقلكم طيبين، انا بحبهم بس واحد بتكون معود على الطعم تبعهم، وحدهم احساسهم خلينا نقول مثل المخمل، منه مش مثل كاوتشوك بس شيء هيك ان بتوين مثل السفنج القاسيه، بتزيد طعمتهم ساعات بتحطوا اكيد مع توم اذا بدكم، حامض، زيت زيتون، اذا بينشووا اذا بينحطوا بقلب برجر. واحد بياكل مشروم على الجمعه بيضعف كثير وبيكون كل الغذاء موجود. في ناس كثير بتستعمل المشروم بدال اللحمه، الفيجن كثير بيستعملون، مهمين. هلا تنرجع على زيت الموضوع، ارخص اهين اسرع انكم تشتروا الشامبينيون دو باري الوايت مشروم من السوبر ماركت، وبلا ما تطلعوا تنزعوا الاحراش. فمشان هيك رح نحضركم هذا الفيديو تشوفوا كيف وتنبسطوا فيهم، وانا رح ذوق عنكم وقلكم انا بعقده. وكثير بشبعوا، يعني 3 4 هلا راح النهار. صحتكم. ارز نيحه ولا ما في مثل جامعة الفنجان، ولا اسبريسو ولا قهوة عربية ولا قهوة أمريكانية. الفنجان، الركوة، القعدة، الجامعة، إلها غير رونق، إلها غير طعمة، إلها غير إحساس. جمعتها، قعدتها، طعمتها، لذتها. وعدم عقل. اسمعوا الصوت، اسمعوا صوت البركة، ريحة البركة. تحت العوايد ما تموت وما توقف. وهلا صرنا زمان ما سمعنا صوت القرش. اوف الطعم اللي بقلبها، الملح اللي بقلبها. اوه ماي جاد، ما بتتفسر، يعني ما بيتفسر الاحساس. طعمة البركة. يوسف ليش منحب نيحة هالقد؟ مثل ما عم تشوف، واعية الساعة 5، العالم كلها واعية. بتبرم من بيت لبيت، كله عم بيخبز كل يوم. شفت كيف خبز على الحطب، هيك القعدة بالأبو، والترويعة كلها من عندنا. الجبنة، الأجبان، والخضرة كلها من نيحة. بعد عيش الضيعة على الطبيعة. بعد هيدي الضيعه اللي هيك سوبر ناتورال. طيب خلينا نرجع من اول مره التقينا كان في مشاكل، كانوا الشرايط راحوا، ما كان في كهرباء، كانت شوي الضيعه هيك منقنزه. وثلاث سنين 4 سنين صاروا. نيحه وين صارت ووين رايحه؟ نيحه كومبليتلي تغيرت، وانت كان لك دور، يمكن بلا ما تعرف، دور كثير كبير بالموضوع. ساعتنا يصير في جمعيات برا ساعدونا، تخطينا قصه الكهرباء. لما في كهرباء، في حدا تبرع بسيستم لكل بيت، سولار سيستم. سو ما بقى العالم عايزين لا موتورات ولا شيء. اوكي. عندهم 24 اور. حتى في جمعيه برا باستراليا حطت ستريت لامب كلهم سولار سيستم. اوف. وبعد في مشاريع جايه على الطريق، والمشروع الاكبر انه رح عم نتساعد. صار في بلديه، طلع قرار بلدي. سو نكست يير رح يكون عندنا بلديه، وعم نجرب نعمل مثل فيجن لنيحه، تكون هيدي الضيعه الايكو بكل شيء فيها، السياحه الدينيه والتراثيه والزراعيه والاكل اكيد، يعني مع بيوت ضيافه. ورح يكون مشروع مشترك مع ضياع اللي حوالينا كلنا، مع حردين، مع كفور العدبه اذا الله رد. في ناس كثير بتسال ليش بضلنا نطلع على نيحه. انا بحبها كثير، بحس حالي ببيتي، ما بعرف ليش، بحس حالي بضيعتي، ما بعرف ليش. اكلاتهم طيبين، عادتهم طيبه، استقبالهم عظيم، وماشي بتحسوا حالكم تقربتوا من ربكم. بنبلش بالترويقه، بالبيض الطازه، بالبندوريه الغير شكل، بالخبز الرائع. يلا الله يخليكم. تفضل. شو بدك صاج؟ اسبقيني لاحق مع شوية لبنة. خبزة معمولة منقوشة. ريحة الزعترات رائعة. زعتر دبل دكر. بيض سوبر طازة. شوية لبنة. هيدي اللقمة المثالية. البندورية شو طعمتها؟ هاي البندورة وين تلقطيله بين راسي المسود هيك الحلو؟ من عند وسطين؟ حلم. جبنة البلدية المنشفة مظبوط. بعد بعيد، لا هونيك تحت. معقول مش شايفين اكل صنامدر قد ما طيبين، قد ما بيتفسر اكل الضيعة. صحتين وعندكم غير قصة يعني. هيدا كمان أمه السر الكبير. ايه كفوا انتوا حديثكم، ما تعطلوا هم. انا ماشي حالي. ايه انا باكل. زعتر، خبز محمص، الزيتات اللي بقلبهم، بيض ولا اروع من هيك، لبنه حموضه، بندوره شربانه من الارض على الطبيعه. ما بتتفسر. يلي مش لايق شيء ما بيعرف يفسر شيء، ما بيعرف يحس ليش هالقد الضحكه على وجهنا هالقد كبيره. بالاخر بالضيعه بلا تحليه كانك ما اكلت، بلا ما تذوق مربة الضيعه كانك ما اكلت. التين، التفاح، وكل شيء حسب الموسم. شغله ما حكيت عنها كثير مهمه هي الخياره. كتشت الخياره وقلت اوكي ويت، انا مش حاسس هيك شيء بحياتي، بعد في خيار بهالفتره وبعد في خيار. دقيقه اسمع، سمعتوا الفقشه؟ كميه المي اللي عم تنقط من مكان منها، شفتوا؟ رايحين رح نفوت على غابه ارزه اللي كل مره بقول لك بسميها بلاك فورست، ما حدا فايت عليهم. بيوصلوا على طرفهم من حدث الجبه، ما حنقدر نعملها بفرد نهار، حنخلي شوي لخليها دايما سربريز منيحه وما بتخلص منيحه. فحنروح على مقيا للخيل اسمه، كانوا يقيلوا الخيوله قبل، ارض كثير حلوه. وحننزل على اسمها جورة الخوخ القناتيه، حنلم مشروم، حنلم قرنبيط كلابرجونات، حمارك بيروت تخبرنا الديتيلز تبع كل هول القصص، ونجي ناكلهم بالسيدر ساند. مربيات تبع امهم بعقده، بعقده ما بدي اعملهم؟ هذا فكر بالموضوع. هو للجاست هاوس، لانه للجاست هاوس بيعمل هيك. اذا بدكم تذوقوا كل هالاكلات بتجوا بتحجزوا بالجاست هاوس سيدر سانت، البيت الخشب الحلو تحت الارزات. 6 اشهر انا قدام لانه فولي بوكت، بس اتس ورث ذا اكسبيرينس. ما بتنترك وحدك دقيقة، شو في هلا؟ إذا صار ما صار بنهرب على نيحة. أها بناكل على شهرين، هيك شو قديش أكلنا وقد إيه فيه. أوكي نختفى فرجيك، نختفى نشوف. هون هيدي هي المخة بعبو الأصلية، واللي ما بيعرفها وحابب يعلم الناس كيف بتصير بده ينطر لتعطي هالزهرة الصفراء. طيب كيف تعرفها؟ لأن في كثير بيشبه بعضهم. هالزهرة هي المخة بعبو، هيدا شامبينيون غير شيء. فبدنا نشيلها، معك سيكاتور؟ بدك تجوا إيديك؟ أنت معك، ما أنت كمان هيك بتكون مزيرة، لازم يكون ايدي نضاف تاكل لبنه. سو هيدي المخة بعبو الاصليه، هيك ورقاتها، بس بما انه في كثير مثلها بتشتغل هيك مروسه مثل السنان الاسد، مشان هيك اسمها داندلايون بالانجليزي، داندليون. وبدها تكون هيك عامله من تحت. الزهره الصفراء بتخليك تعرف ليك وين هون انه هيدي مخة بعبو اصليه. اوكي على كعبه على كعبه على كعبه طالع القرص عنا، هات نفرجيك اياهم. دخلك شو اللي بيفسر انه هالضيعه فيها هالقد شامبينيون؟ الرطوبه، المي، وشتت هيدي السنة بخبرنا مرتين. الشامبينيون كثير بدهم رطوبة ليفرخوا. هي كمان؟ هي كمان. هيدا نوع ثاني؟ كمان هون في 4 انواع شامبينيون. بنرجع بنذكر انه ما بحطهم بتمي وبغسل ايدي من بعدهم لانه ما فينا ناكد اذا هول بيتاكل او لا. كثير سام يعني عن جد 100%. انا ساعات واحد بيقول سام انه سام مسحب بتمشي معدتك او سام بتموت. بالشامبينيون فيك سام بتموت بالقد ايه دغري، ما بيلحقوك اوقات، مشان هيك ما حدا يقرب عليهم اذا ما بيعرف. قرص عنا؟ قرص عنا بالباترون اوقات، منطقة الباترون وجبال بسموها عرق بابي. ما بدك تذوقها هيك طالعة من الطبيعة فرد ضربة؟ طبعا نشيلها كلها. نروح نجيب خبزة؟ لا فيك تاكلها هيك دايركت، هي بعدها طالعة يعني اكلة أول شتوية. ذوق جويت ايديك، ما تعطي الهم، الطبيعة عندها سولوشن، تعطي فرجيك. يلا بتعرف انا تسمعنا دائما لازم خبرك شي له علاقه بالاكل. هيدا البلانت اسمها بالعربي شلشل حلاوه. هيدا من شلشه بياخذوا عندها شلش في بقلبه صوب. كانوا قبل مثلا لينطفوا السجاد يستعملوا شلشه، بس كمان انت تتعرف لازم هيدا حلاوه 100%. هي السيكرت تبع لما بيعملوا حلاوه. من شو بتعمل الحلاوه عاده؟ طحينه، بس بيزيدوا منها للطعمه، بيزيدوا منها اوقات بالبقلاوه، من شلش هيدا النبته. بس بما انك جويت ايدك تتعرف هيدي بقلبها فيها مواد هون اسمهم سابونين. اوكي فيك هلا معنا مي شوي ترغي، وهيك فيك تغسل ايدك بالطبيعه بهالبلانت اللي اسمها سابوناريا. رهي سابوناريا هي شلشل حلاوه، هي شلشل حلاوه فيها بالشلش فيها صوب اكثر. هيدا اللي هيك بتحسن هول بنطفوا الايد ريحه حلوه. هلا ريحتها بتطلع اكثر بالليل، بلشوا يزحطوا ايديها على بعضهم 100%. نظفنا ايدينا فينا نكمل مشوارنا، ما بتنزع الكاميرا، طبيعة سولوشن لكل شيء. تعالوا قربوا شوفوا كيف الابيض هون، يعني بس تنفهم مع بعض. طلعوا مثل كانه صابون. سماز جود، دخلك ريحتها حلاوه. هون طلعوا، هون والله ما عملت شيء، عن جد ما عملت شيء. وين اخذني؟ هلا بتعرف. إذا مش متزعرن بحياتك هيدا الإحساس ساعة اللي بيحطوك بالجيب. طبعا بالصالون إيه. شفنا بسيدر ساند. هون رح نجي بعد التور تبعنا نلم المشروم، نجي ناكلهم هون بهيدا البيت. كل هيدا الترويقه اللي شفتوها والصبحيه فيكم تجوا تعملوها عنا هون بسيدر ساند. لك هون في مشروم بيكون انجع عامل ظهره كيف كيف بشق، بتعرفوا اذا هيدا اللي تبعنا صرنا حافظينهم. هو كثير احساس يعني ايام، هو حلو انك تلمه وحدك وبزيد كثير احساسك بالخبريه، بتكون ماشي في شيء بيقول لك انه في شيء هونيك، وهيدا ما بتكون ما بتعمل مشروم بالايام العاديه، بتروح تلاقيهم. سو هن اليابانيه اذا بتقرا كثير بيقولوا لك هي شغله بتعملها وحدك بتقوي كثير احساسك هيك، وبتعمل مديتاسيون كثير قويه. لم المشروم يعني غير اكله، هو القصه الكبيره باللم تبعه مش بس بالاكل. ايه يلا وين؟ يلا هون. مد ايدك. نعم على الشوكات، على الشوكات، مد ايدك على الشوكات. هون. اوف اوف لك مال دنجوره. يوسف يعني بفهم منك انه بدي اوسخ ضفيري اليوم؟ اليوم بدك توسخ ضفيرك زباله. شفتك شو حلوه؟ هلا بتشم ريحتها بس تيلا كمان. نايس بتشم ريحتها. اول سنه بتشيلهم بالبيك تايم تبعهم وطالعين بالشتاء مظبوطين، يعني مش طالعين على رطوبه وحدهم. في ريحه ما بتنوصف، مش معقول عن جد. انا بترجعني الى المدرسه، كانوا ياخذونا بالحرش حد المدرسه نروح نقطف شامبينيون، كان قطف زهور وممنوع ندق بالشامبينيون اكشلي، وهيدي ريحه الخشب بالطبيعه او بالحرش بعد اول شتوه سبحان الله ما بتتفسر. اكيد ما رح طلعك معي بالسياره. معه جينز وصباط ويرجع هلا ضفيره سود، بس ولا اروع من هيك احساس. في بعض هلا بدك تبلش، بدك الكيس اول شيء حدك انطوني، في كميه كبيره. اوكي هلا حدينا بشيء بنسميه ترسه نحن. سو ترسي يعني بيكون في كثير حد بعض. اوكي في منهم ما حتشوفهم، حننتبه ما ندعسهم حدا ليك على. مش ضروري يكونوا دائما مبرومين برم لفوق. يس يعني دمي بول مش ضروري لك، هيدا مبروم نزول. حسب التراب اذا احمر او رمل، اكثر شيء بالرمل وقت بيشرب مي كثير بينزل نزول ما بيعمل. طيب يوسف كيف جرى الخنازير ما قضيت عليهم؟ يعني نحن دائما سبق مع الخنزير، بس انه لدرجه طلعوا قديش كبيره وقد ايه ريحتها قوية، بستغرب ما قضيوا عليها بالليل. الخنازير بتطلع بالشتاء؟ ايه اكيد بضلوا بالثلج حتى. لك في راسين قطشينا من فوق بس هذا الشلج وما يقصوا، بيقصوها للمشروم. مظبوط. شو الجمال. هلا دايما بس تلاقي بدنا نجرب النبش بيكون في حواليهم. اوكي بدك تشوف ايام في منهم بيكونوا طالعين فوق الارض عاملين هيدا البول بالتراب اللي هيك شقين التراب، بس ايام بيكون في مشقشق تراب حدهم، سو بدك تطلع كثير منيح. يعني هون مثلا معقول هيك الفورم تبع الارض مغيره بدك تنبش. هون شو شايف؟ هلا نحن لقينا شوي هون مبينين على وجه الارض، فمفروض ننبش كثير منيح، في قصص مثلهم حيكون مبين على وجه الارض، وفي قصص حتكون مشقشقه او عامله ظهرات. سو ما فيك تدعس كيف ما كان، بدك تبلش كل شيء بتشوفه غريب هيك مشقشقه الارض او منا فلات، بدك تجرب تنبش لتلاقي شامبينيون او تشتغل على الريح او الحدث تبعك اكثر اذا بدك بتصير. اوكي. فمعقول تلاقيهم هن وتحت الارض مش عتين ولا شيء ببين انه بدهم يطلعوا. انا ما عم بقدر افكر لان في وحده شايفها بدي اشيلها. حدا اكيد فيه كمان. ويمكن هون بدك تنبش. قبل ما تدعس بدك تكون نبش كثير مضبوط. يا حيه. شفت؟ مش مبينه، مغيره شكل الارض، بتشك انه في شيء تحتها يعني. بس فرجيهم من هون قديش حلوه الشامبينيون، سبحان الله والخليقه كيف حلوه، وحده حد الثانيه بتتنفس بتعيش، ولدرجه قديش خفيفه، وهالخفيه قادره تدفش الارض وتزيح التراب. هيدي عادة هول النوع الشامبينيون اللي عم نشوفهم هون بنسميه نحن اكتوميكوريز، يلي هو شو معناتها؟ هي الكلمة كثير أساسية. هون في اتفاق خيالي بالطبيعة بين شلش الأرزة أو شلش السنديانات ومن بنسميه شلش الشامبينيون اللي هو اسمه مايسيليوم. سو هول عم بحطوا شلوشهم سوا، اتفاق خيالي هو اللي بخليك تفهم ليه بالطبيعة ما حدا بيسأل أرز وصنوبر بيكبروا هالقد. شو عم بصير هون؟ شامبينيون مثلنا ما في ياكل تراب، سو بقول لها للنبته اللي هي هون الارزه رح حط شلشه مع شلشك، وبصير عندنا كثير شلوش بنقدر نسحب كثير مي، هالمي الارزه بتحولها لمعادن بتبعث له اكل، وهيدا الاتفاق اسمه ميكوريز. هون لانها بتصير من برا بنسميها اكتوميكوريز، هو اللي بخليك تفهم ليه بالطبيعه ما حدا اوقات بيسقي او كذا، وليه هالقد الارز بيكبر ونحن ببيتنا انجا من قبل ارز متر. هيدا الابيض هو اكزاكتلي المايسيليوم، يعني تقول لك شغله الشامبينيون اللي انت عم تشوفه هون اذا بدنا نهينا هيدا الفواكه، هيدا انجا بيطلع جمعه جمعتين، الشامبينيون الاصلي هو هول بيض، هيدا اسمه المايسيليوم يلي هو بضل عايش كل السنه، بفتره معينه كيف التفاحه بتعمل تفاحه بتعمل هي. هيدا شو القشره اللي هلا كنا عم نشيلها؟ هلا انا مثلا اذا بتقلي هيدا شو اسمه؟ كثير صعب اعطي الاسم دغري، فهيدا اللي هون عم تشوفهم هن اللامال يلي بنقول لهم، مطرح ما سبورز عايشين جواتهم. تنعمل ايدنتيفيكيشن ونقول لك كلها 100% بدنا ناخذها، ناخذ هي انطوني نحطها على ورقه وبتطلع بصمتها على الورقه، بتشوف رسمه رائعه، بس البصمه كيف تطلع على الورقه مع شكلها مع السبورز بتقدر تسمي اسمها 100%. اوه ويت يا جماعه، هيدا اللي ناطرينه وعم تفتشوا عليه هي المشروم الكبيره يلي رح نشيلها من كعبه. مارك صار فينا نفسر لهم عن اللاميل. اللاميل صح. سو هاي اللاميل على اساس البصمه على ورقه، صح، والسبورز يلي جواتها، يعني هون جواتها في سبورز كثير صغار ما بتشوفهم على الميكروسكوب، العالم بيقدر يسمي لك هيدا اي شامبينيون لانه هن فيري كومبليكيتد تعرفهم. يعني هيدي على فكره بس انه تنقول ما لها علاقه بالنباتات، يعني نحن لما نقول رايحين نتصيد ايه لانه الشامبينيون هو اكثر حيوان من نبته. دخلك شترومف وين؟ قدام شوي هديك الضيعه. أربعة. بس هيدا صغير، نحن بنخليه هو صغار. هو صغار بنخليه. هو صغار بنخليه. نرجع نحط لهم تراب وبنخليه هو صغار. أكيد. الإبر تبع الأرز. أوكي. بنشيل الإبر تبع الأرز وبناكل الترابات معه. عادي. وبيصير الرمل ايه يعمل مثل الكسارة تحت السنان. هو بيعطي الطعمة. هو بيعطي اللذة. كأنه ملح وبهار. ما بتاكلوا كدش هيك. عم تسمع؟ ايه هيك. فلاش مشروم. شفت شو هالنكهة الغير شكل؟ غير شكل، ترابيت لبنان طعمتهم رائعة. من الطبيعة وإلى الطبيعة سنعود. المشروم هيدا هو كيف إذا بدك الرباس للطبيعة، هو للطبيعة، يعني هيدا المشروم اللي هون عم بياكل الخشب الميت ليرجع يحوله لغذاء للطبيعة، سو بتجدد حالها، هون بنسميهم شامبينيون دي بوا مور، في كتير أنواع منهم. غير له زيتاته. يلا ده شو؟ فيه حشرات من جوا. صرنا فتنا على الغابه على طول بوعدك فيها الكتير كبيره، رح نفوت فيها بس بالسياره لانه بدها اكثر من نهار مشي. حنعمل هيك شقفه صغيره منه. نحن هلا هون بمحل بسموه مقيا الخال، يبقوا يقيلوا الخيول قبل هون. بعد شوي نفوت على شقفه صغيره منه نشيل القرنبيط، المشروم القرنبيط، ورح ننزل على محل اسمه جورة الخوخ. كتير حلوه مثل الافلام، يعني هيك جوره كتير كلها خضراء، كلها غابات ارزح هيك، ونجرب نعمل هايك صغيره فيهم. هيدا الغابة كانت قديما هي لنيحة وحدث الجبة، الشقفتين منها تنازلوا عنهم ولنيحة وحدث الجبة للبطريركية وصار اسمها أرز البطرك. أيام الأتراك ما قدروا دفعوا الميرة أو القصص اللي بتطلع عليهم المصاري، سو رهنوها للبطريركية بعدها موجودة الوراق، وكان يسمح بقطع أشجار الأرز ليعمروا بيوت، بعدها موجودة هيك، سو دفعوا عنا وقت الجزية للأتراك وبقيت معهم وتسمت أرز البطرك. و من وقتها يعني قليل العالم بتفوت عليها لانه كثير وايلد، يعني فيها وولف حتى لهالدرجه، قليل تلتقي بحدا او حدا بيعرف يقدر يفوت يمشي فيها، بتضيع يعني بدها يومين ثلاثه ما بتخلص. هي عم تداد من نيحه لتنورين لحدث الجبه. حلم. نحن وين؟ نحن بلبنان. حلم حلم حلم. هيدا هو بنحكي عنه أحلى بلد بالعالم. هيدا هو أحلى بلد بالعالم المحافظ عليه. البلد يلي فيه بحر وعم نشوفه من هون، يلي فيه جبل، يلي فيه هلا حرارة 25 ببيروت بس جاكيت هون على الحرارة 17، يلي فيه خضار، فيه مي، فيه حياة، فيه ريفلكشنز، فيه شمس عم تجي من هون ومن هون، فيه أرز وصنوبر وسنديان بذات المحل، فيه لقمة، فيه إيمان، فيه ستات، فيه ترويقة، فيه كل شيء مع بعضه. هيدا هو لبنان. في بلاد حلوة، العالم كله حلو، بس بلبنان بهالقطعة الأرض الصغيرة في كل شيء بذات المحل وحط بعضهم بنهار واحد. ما بيتفسر بكلمات الإحساس الواحد بحسه ساعة بكون عم يتمشى هون تحت الأرزات من محل لمحل. هيدا هو بلدنا، هيدا هو نحن، هيدا هو يلي لازم نتركه لأولادنا. الحفاظ عليه ببلش بالاحترامه. ما نكب من الشباك، ما نلوث، ما نوسخ، ما نكون أنانية ونهتم بحالنا قبل غيرنا، ونفكر كيف مع بعضنا بدنا نترك هالجنة لأولاد وولاد ولادنا. بدنا مركبة فينا أول شيء. هيدا بيعمل غبرة كتير مأذية، إذا شفتوه جربوا، ما تلبطوه بإجركم أو معقول يوصل لوجهكم الغبرة ومأذية، بيعمل حساسية قوية. هيدا نحن بنقول له قرنبيط. مارك شو اسمه العلمي القرنبيط؟ راماريا. بيقولوا له كلافيرجوناتر كمان. بيطلع بفرنسا. سو بيطلع بس بهيدي الغابه، بس هون بهيدا المحل. صغير صغير طالع فوق الارض. اذا بتشوفوا عنده الكعب اللي بتاكل يعني كسرناه يمكن. اوكي، وبعد في واحد تاني هون عم بجرب يطلع. بعدهم صار تكسروا. ها هي هيدا ناكلها. لا هي ما فينا ناكلها، هي ما فينا ناكلها ابدا. ليك شو بلبنان اذا بدك في العادات يلي بننقلهم لاولادنا. اذا بدنا ناكل شامبينيون ما معنا خبير، فينا ناكل 3 شامبينيون. اذا بتلاقي شامبينيون شكله مثل القرنبيطه كل شفناها هلا. اذا بتشوف شامبينيون طلع بعد الرعد وعاده بيطلع على بس اللي بنسميهم مثل القرص عنه بس البريه الكبيره كل شامبينيون، او اللي بتشوفوا حد الارز اللي شفناه قبل. غير هول ولا ممكن تاكل شامبينيون. هي مش مسحه ابدا. حتى في منهم هلا انا لان بعرفها هي ما فيك تدق فيهم. هاي اللي شفناها قبل بتطلع هيك مثلا مثل دخنه صغيره، هول فيهم يسمموك، تنتبه بيعملوا لك حساسيه. سو شامبينيون ولا نقزه مسحه. لاحظت قد شفنا من هول نباتات. هلا هول بيقولوا لهم وحواح، إذا شفتن في مثل بيقول إذا شفت الوحواح ازرع بدارك يا فلاح، يعني هلا صار يجي الشتاء فيك تكب القمحات. هلا في ناس كتير بفكروها الزعفران، كيف بنميزهم من بعدهم؟ بتطلع بتعد هول الأتامين الصفر والموجودين، إذا عندنا 6 يعني منا زعفران، زعفران عندها 3 هي ملتيب دو 3، لما يكون في 6 إذا بدنا نقول الأتامين والفيرمنت اثنيناتهم معناتها أنت كولشيك، وهيدي نبتة سامة إذا بتتذكر، مش حتى ذات العائلة ولا شوي. إذا بتتذكر بصف البيولوجية كثير 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 من زمان كانوا يفرجونا الميتوز واقفين، بيستعملوا كولشيسين ليوقفوها للهيدا، هيدي هي النبتة اللي منها بيستخرج كولشيسين. عشية؟ ما بعرف إذا لقى إذا طارة أو طريف ماني عارف مش عم بيجم، لقينا شامبينيون قدام نحن. نعم شو لقى؟ أكل شيء، شو أكلت يا حمار؟ معقول لقيت طريف وأكلتهم؟ بقت له قوي شو عم فتش؟ كمان نوع شامبينيون جديد، هيدا كمان شامبينيون دي بامور، عم ياكل الخشب ليرجع يحولهم اكل للطبيعه. هيدا لازم تذوقها، بتحسها هيك، حط ايدك كيف بتحسها. هي طيبه، هي طيبه تاكلها هي. يلي حلو اليوم ما بعرف اذا بسموها بيجنرز لوك او نحن عن جد عم نفتش مزبوط او معنا خبير، لانه التقينا براعي ملاقه شقفه، التقينا بعائله حتى معه كيس هالقد ملاقه، ونحن على البركه، وينن بيطلعوا وينن بيطلعوا، في 7 حبات بس هلا هون. رح دليكم اذا بترجعوا وحده هيدي مبينه، اوكي بس في شيء ثاني حدا رح نعلمكم شوي صغيره، بس ما فيكم تجوا تلموا بلانهم. هون اذا بتشوفوا الارض كيف عامله نتفه صغيره، هيدا اكيد في تحتها، رح ننبش انا وياكم وننزل. ننزل ها طلع لنا. فلا اللي بيعرفوا هيك، هيدا وحده خبره يوسف مش حياتي. وهيدا واحد زغطور هون بس ما حشيله، كمان عامل دهره كان. احترام الطبيعه، احترام الطبيعه، احترام الطبيعه. الانسان ببلش بيشيل انانيته على جنب، بفكر بغيره، اذا صغيره اتركوها، ما تجيبوا معكم زبالاتكم، نطفوا وراكم اذا لقيتوا زباله خدوهم، فكروا انه في ناس جايه من وراكم، ما بتوقف الدنيا عندكم، هالطبيعه هالارض لكلنا لاولادنا لالكم، فاللي بتشوفوه صغير اشتغلوا بانسانيه وباحساس وبوطنيه. انا عبالي فرجيكم كيف بتكون الطبيعه مسكرتها تهول يركبوا على بعضهم، عندن ببلش الديفلوبمنت من برا، طلعوا مثل الشرايط مثل الصمغ الصغير، فيري ستيكي. بتعرفوا بنقول مرات في اولاد بتفكر انه الخضره بتطلع عند الخضرجه، وما بيعرفوا انه في طبيعه، وما بيعرفوا انه في مشروم، وما بيعرفوا انه في حق الخيار. فقديش مهم تجيبوا اولادكم طالما قادرين ببلادنا في احراش تعرفون على الطبيعه. جديد كمان نوع جديد، كمان هول عم بياكلوا الخشبات ليك كيف هن. عم بقول لك انه اوقات عم نتردد نعطي الاسم، لانه تنقدر نعطي الاسم بدنا مثل ما حكينا قبل نطلع على اللمان، نطلع على سبورز، كثير هن كتار يعني مش انه وحده واثنين. ما بينشبع المناظر، مش عم بقدر اوقف، بعرف يمكن عم برجع عيد حالي وعم صور شجر وخضار وشمس من هون ومن هون، بس ما بينشبع من المنظر. زهقت ما بعرف، انا مش عم صدق. الرطوبه اللي عم تطلع من الارض رائع، الشمس اللي ورانا اللي بعد ما صارت فوق عم بتفوت بريفلكشنز كثير حلوين من الشجر من هون ومن هون. انواع وكميه الخضار، يمكن خضار غامق all the way up. المشروم صاروا شي 10 انواع. الحجر، اللون، الرطوبة والأرض والتراب كيف هيك عم بيغرس تحت إجرينا، إحساس لا يفسر. إن شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بهول الفيديوز، ما عم بقدر أوقف صور أكثر وأكثر وأكثر. نحن عم ننقل من منطقة لمنطقة لمنطقة، نحن اليوم بأكبر غابة أرز بلبنان يلي هي غابة أرز نيحة، وحدث الجبة مجموعين، وبتوصل كل الوقت لتنورين، يعني كل راس الجبل لتنورين، كلهم سوا مع بعضهم. من هون عم نقدر نشوف شكة، عم نقدر نشوف اهدن، وعم نقدر نشوف رينج روفر اللي موصلنا تروازيام طالع مع جير بهالطلعات الكتير قوية. رح نكفي على نوع جديد من المشروم، ريفلكشنز حلوة، ألوان حلوة، بأجواء رائعة وموسيقى. هول الفسوخه هون بكره رح يعملوا كلهم هون، ما حنشيلهم هلا. هيدا فسخ يعني هون فيه، هيدا فسخ بلش يبين فوق الارض، هيدا وحده هون، هيدا وحده فوق. سو كلهم ما ببينوا عليكم، رح تشوفون بس بهيدي الطريقه، بشيلهم. اوكي شفتوا كيفو هالفسخ؟ هكذا شو منيح. ما تقطع الامل، برجع بتلاقيه. هالقد غميق. شو هالقوة اللي بتدفش تراب هالقد بهالسمك؟ هيدا واحد، معه واحد صغير بس مضطرين نشيله، كشفناه ما بقى فينا ما نشيله. وي هاف تو، سوري. طيبين. برا بسمون ماتسوتاكي جريد باليابان، كثير غالي. ها عارفينه؟ صاروا شي 3 كيلو. عم نبرم برمي سريعة، خلي لغيرنا حرام. مع الدودة تبعك مارك. الدودة تبعي؟ شفتها؟ اللي بتنظف الأرض. ايوه اوكي. نحن عم نشيلهم لانه خلص فتحوا هول احسن ما يسوسوا. اول وحده دوبل، في وحده هون كمان. لا هول كثير كبروا يعني خلص ما بيضاينوا بقى. شو عم تعمل؟ نحن على 1581 بتعرف؟ تخيل بس عم فكر بالموضوع انه هلا بساعه على السريع عرفت وين. اوكي. كنت عم بحضر على نتفليكس هيستوري 101 ورجعت واحد من الابيزود اسمه جي بي اس، وبيفسروا لك جي بي اس كيف بلش ومين عم يدفع حقه اليوم والدوله الامريكانيه اتسترا و24 ساتليت والصين صار عندها 35 ويلي هن. وببلش كيف بلش للعالم بواحد اسمه ماجيلان، كان هالقد، كان عندي واحد منه للكشافه هالقد، في عليه سكرين قد هاي، لون واحد، وبتقول لك لونجيتيود. بتخيل بوقتها كان حقها بوقتها $500 انه حق شغله بتعطيك بس رقمين. واو. وكنا نعليها ويلقط 3 ساتليت، وكانت قصه كبيره. تطورت الامور صار يلقط 8 وتطورت الامور صار بعدين في عندك الجارمن تبع السياره، ساعه اجى الجارمن تبع السياره دلني على الطريق. واو. واذ اجى جوجل مابس وتطورت الامور. هلا صار الدرون يلي بتشوف الصور بالدرون هو طاير بيلقط 24 يعني بيلقط بين الامريكاني والصيني واتسترا. قبل كان اذا لقطت 3 يعني انت بطل العالم. سو كل هيدا تعرف انت على اي ارتفاع عم تخبرني. صح. انا هون بقدر من الزعرورات اعرف الطريقه وما بضيعها، واذا شفت هي بعرف انه انا فوق ال 1004. بس تخبرك انا. وانا صار لي 10 سنين بدفع مصاري. بس تخبرك. ظلم. تذكر اول حلقه صورناها وقلنا لك تجيب حفظ الطريق وبيمشي وحده وصار كثير مشهور. صار حافظ سرعات زيادة هلا، تعال نفرجيك كيف. نزل نحن هيك. نطلع؟ نحن هيك تركتونا لشو؟ بيمشي هو بيمشي وحده. بكوع؟ ايه هو بيعرف الطريق. طلع انطوني قرب، سكر سكر الباب بس. يعني هيدا مثل هربي. هيدا زي السيم، بتخبره الخبريه وبدها الماشي، وبس يجي انطوني كمان بياخده لمحل ما بده يعني. شكله جن ابنك. ليك قد الايد؟ واو. لا بس لاحظت هون قد ايه في مخه بعبه وقد ايه في قرص عنا وين ما كان على الارض، لانه دائما لما نكون حبات وننزع شوي الطايفه وكذا بيطلعوا. بس تعال فرجيك النبته، بتعرف انه نحن بنقول سليق او حش وهيك، ففي نبته بتطلع والناس هن عم يشوفوها بشوفوها هيك من بعيد فبسموها حشه مشه، ليش؟ هلا هي شوي قسيت بس هي عاده بننزل، هلا شفت هي صفرت مشان هيك عم فرجيها، بس عاده نحن شو بنعمل؟ بنشيلها هيك بنقص هول الفوقانيات. وهيدي انطوني انت وعم تتمشى هيك بتحش هيك اهو ما فينا نشرب، بدك تدوق؟ هي هيك او بتنطبخ؟ لا هيك بتتاكل انت عم تمشي، وبعدين لو ورقتها مبين التوم هي منا من هالعيله، هي من عيله التورنسول وهول اوكي؟ ما كثير قسي، حسيت حالي معزية قلت لك قست. شو الابيض اللي بقلبها؟ هذا الزوم بيطلع بقلبها. ايه مشان هيك بناكل نحن الطرايا يعني. اكيد ما بتسممني. لا انا ما انا اكلت قبلك. انتبه اول 10 ما بسمموا. في شيء طيب؟ في بندوره وخيار. في جوع ضارب اطنابه. يلا. هول عايشين بالطبيعه يعني اورجانيك ناتشرلي. اكزاكتلي. والمي من هون وكل شيء من هون. اوه ما بخوف. بلش يطلع ميته رمانه. عبالي طلعوا شي سمكه وميتها من جوا. سوبر طيبه، سوبر سوبر طيبه، الاخضر مع الاحمر سوبر طيبه. يا سلام حلم. ميرسي. في منهم باستراليا هول؟ ما في منهم. هلا مسافر كثير زعلان. وين بالعالم واحد بياكل هيك؟ طيب روح ما تاخذ وجه. تاتش. انا ولا مرة قايل لك هذا الشيء، بس بندوره هو الفاكهة المفضلة تبعي. وهول هن، هيدي الغلة تبع اليوم. بتبلش من أكبر يلي شفناهن، يلي مفتوحة واللي مش مفتوحة. يلي مفتوحة كتير يلي عاملة بول من فوق أو يلي مبلطحة ولافة لهون لجوا. يلي أبدا مش مفتوحة وجايين بابلز. يلي صغار اضطرينا نشيلهم لأنه بينوا على الهواء. وفي يمكن 3 4 5 كيلو أمنا الغدا لليوم، على الجريل، على المشوى، على المقلاية، بقلب البرجر، بقلب السلاد، مع رز ويخنة. فول فلج، ناتشرال، جاي دغري من الطبيعة، مش دقته ولا مي غريبة ولا رش ولا شيء. صحتين؟ سمعك كيف بتزيزق؟ هيدي برياني بتحطيها سخنة، فطاير بقلي، فطاير كشك، برياني، محمص أكيد، سلاد، تبولة، لحمة جوا الهمبرجر. الأنفة كتير مهمة، بعدين كتير نافع لكل الأمراض والأشياء، لأنه هو الأكل اللي بياكله كتير ما حدا فيه ياكله يعني. من هيك تا بيكون نافع مشان كل الامراض. ولحمته كتير ذكيه وطيبه، يعني من اطيب ما تاكل لحمه هي الانفد. والانفد عنده شوك وبيدافع عن حاله كتير منيح. بنعمل سماش برجر هلا مع المشروم وترفل. رح نحمي بوحده والسليق من عنا. سليق معمولين بلا بصل، عجينة بيت. اوه شغلة شغلة شغلة. رح نكفي على شوية كشك. عجينة السميكة كتير شربانة زيت، مرتاحة، نفس البيت ضايعة. مخدية. حكينا بالأنفد، هيدا هو هيدا اللي عنده شوك، بتشوفوه مرات بكون قاطع الطريق، بتمعسوا السيارة في الدولاب. في منه عنا بالطبيعة مخبى، مش للقتل والكب، لا هيدا للاحترام وبيتاكل. لحمته بتعلق شوي، بتعلق كتير، بس هو فيجيتيريان التايتل ده احنا عندها يا ماما ده تعالوا شويه كتير. أنا جاهز جاهز بلش بالبرجر. جوا كل واحد عم يشتغل شي، روي عم يعمل برجر، لحمة الأنفود عم تخلص، خبزة بتسطل، اللحمة سوبر جوسي. عم تحكي وحدة حط عليها مشروم من فوق، كاتشب من تحت ومن فوق، شقفة جبنة، م -م -م. ترافل كاتشب، ريحة، فليفر، قرشة المشروم يلي زيتها التكستشر لذيذة كتير، اللحمة عظيمة سوبر جوسي، وخبزة زبدة مظبوط، شغل صح. اكسبشنال. رح ابعت له نص اللي بقي ترى يدوق. بتنقع الدجاج باللبن والثوم والبهارات الخصوصي لإلهم قبل بيوم، تاني يوم بنغليهم وبنعمل الرز لوحده وبنسقيه من الصوص تبعول اللي غلي مع الدجاج، وبنحطهم بنحشيهم اللحمة بقلبها، الدجاج بقلب بين الرز، يعني الدجاج تحت بالنص الرز فوق، وقلوبات كتير، وقلوبات والبصل مش موجود. نكست ريحة رائعة، اليوم كله نهار روايح، ريحة بين البرجر وريحة بين المشروم، ريحة هون طالعة من الصحن. اوه ماي جاد، رز سوبر طيب، اوف. رح احط معه تبولة على الطرف مثل ما بحب اكل رز على الدجاج، واستفيد من الصوص تبع التبولة. رزيت لونهم حلو، دجاج كتير كتير طرية، طعمة بتاخد العقل، توب 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 توب، نفس اف، وات ا داي. وهيك بنودعكم، بنقول لكم انه نهار رائع، فيه مشروم، فيه جيست هاوس، فيه يوسف اهله، فيه مارك للعلم، فيه روي للبرجر، فول باكج حلم باحلى بلد بالعالم. مريخ ولا اي شيء، مريخ اما انا مسافره يعني.